السلام عليكم يا شباب، انتوا عارفين ان كان في مخلفات فضائية كانت على وشك الاصطدام بمحطة الفضاء الدولية لولا تغيير المدار؟ احب افكركم في الاول ان المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ويا ريت ما تنسوش الدعم. محطة الفضاء الدولية في خلال عملها على مدار 23 سنة تعرضت ل 30 حالة تصادم، لولا طبعا تغيير المدار. أقصد كده كان في 3 منها بس سنة 2020، وفي سنة 2021 تعرضت لتصادم بقى فعلا، ونتج عن التصادم ده ثقب عمقه 5 مليمتر في المحطة. لكن الحادثة اللي بنتكلم عليها النهاردة كان فعلا هيبقى تصادم فعلي بين المحطة الفضائية الدولية ومجموعة مخلفات من قمر صناعي مختص بدراسة الطقس. فئة القمر الصناعي ده فانجان 1 سي، وطبعا ده تم تدميره عن طريق صاروخ صيني مضاد للأقمار الصناعية، وساعتها اتفجر القمر الصناعي ده إلى ما يزيد عن 3000 قطعة. تحول معظمها لمخلفات فضائية بتدور في مدار كوكب الأرض، لكن مع الأسف في معظم المخلفات دي دخلت حاليا في مدار المحطة الفضائية. وعلشان تجنب التصادم ده اتصلت مركبة فضائية بالمحطة الدولية وانطلقت بسرعتها القصوى لمدة 6 دقائق كاملة، وده أدى لتغيير سرعة المحطة بنسبة 7 من 10 متر في الثانية، وترتب عليه طبعا تغيير المدار ورفعه إلى ما يقرب 1.4 كيلومتر، وده كله بهدف تجنب أي تصادم. المشكلة هنا مش بين الأقمار الصناعية والمخلفات الفضائية لوحدها، لأن وكالة الفضاء الأوروبية أكدت بأن ما يزيد عن 36500 جرم سماوي بيدور في مدار كوكب الأرض. طبعا بيتراوح حجم الأجرام دي، فيها الصغير وفيها الكبير، وفيها مخلفات فضائية برضه، وفيها بواقي أقمار صناعية أو مركبات، زائد طبعا الأجزاء المنفصلة أثناء الرحلات الفضائية. وبالرغم من إن الأجرام دي موجودة في المدار المنخفض من كوكب الأرض، لكن أصغرها بيشكل خطر على محطة الفضاء الدولية بسبب طبعا السرعات العالية في المدار ده، وده ممكن يعني يسبب أي تصادم. على الرغم من إن المحطة محمية بضغع مكون من عدة طبقات، وده طبعا بيخفض احتمال حدوث أي ضرر للمحطة، ففي احتمال إن يحصل حادث يتسبب في فقدان جزء كبير جدا من المحطة في خلال ال10 سنين الجاية مع انتهاء مدة خدمتها. طبعا مش ممكن مراقبة كل المخلفات الفضائية اللي موجودة، في العديد من المراكز البحثية بتراقب حوالي 30,000 من المخلفات الفضائية، وطبعا مستحيل التخلص منها كلها. لكن الباحثين اقترحوا التخلص من المخلفات الفضائية الكبيرة جدا، لأن هي دي اللي بتشكل خطر على المحطة الفضائية الدولية والتلسكوبات والأقمار الصناعية. الجدير بالذكر إن أستراليا بتمتلك العديد جدا من الباحثين اللي بيراقبوا وبيرصدوا المخلفات الفضائية، زي مثلا الوكالة الأسترالية للفضاء ومركز ANU للفضاء وغيرها كتير. طبعا بالنسبة لمركز الرحلات الجوية والفضائية الألماني بقى بيصب كل تركيزه على مراقبة المخلفات الفضائية والأقمار الصناعية الموجودة على علو 36,000 كيلو متر من كوكب الأرض. طبعا الباحثين هنا بيستخدموا عدة مراصد زي مثلا جبل كينتو وغيرها كتير. في النهاية عايز أقول لكم طريق التخلص من المخلفات الفضائية طريق طويل قوي، لكن طبعا بالتأكيد هنوصل في يوم من الأيام للهدف ده، وده طبعا هيخلينا نستفيد من كل المساحة الفضائية اللي موجودة حوالينا. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، يا ريت ما تنسوش الدعم. السلام عليكم.